السؤال حول تغيير الشريحة المتواجدة مع راوتر 5G من شركة زين، راح أجرب اليوم إن شاء الله اللي هو دشينا فيه. في حال تغيير الشريحة فراح أرجع أجرب من جديد. طيب إذا اشتغلت شريحة خارجية راح ألغي العقد، إلغاء العقد قيمته 200 دينار، راح أدفع 200 دينار راح أحتفظ بالراوتر. أنا عندي 4 خطوط إيزي، كل خط يعطي 200 جيجا 3 دنانير الشهر، فراح أستخدم الأول خلص أستخدم الثاني خلص بالشكل هذا إذا اشتغل الخارجي. أنا جاوبت أكثر من واحد بأنه لا يمكن، لكن طلع حتى شريحتهم لا تعمل بسبب التغطية، فراح أجرب مرة ثانية. نورنا في الأمس ضوء وصلنا اليوم راد، فنقيم عهدا جديدا قبلي تاريخي وعرض، فلنا بالعزم مجد اجعل نفسك بصمة بكل أمر مننا. هذا الحين راوتر 5G، هذا السم كارد الداعم لل 5G اللي انا اخذته منهم العقد، غيرت حطيت اللي داخل واحد ثاني، يعني هذا مو موجود داخل الجهاز. تمام، حسب الراوتر شابك 5G، حسب التجربه هذه التجربه، هو طبعا شابك 5G يعني ما يحتاج السم كارد العقد تبعهم. شوف السرعه اللي هنا، هذه سرعه 5G على هذا ب 200 جيجا 3 دنانير شهريا شغال على الراوتر. 24/6/2019 تزيين ون بلس 7 برو، صباحكم الله بالخير. حسب التجربة تم تركيب سم كارد مختلف عن سم كارد العقد، يعني شريحة أخرى غير شريحة العقد على راوتر 5G واشتغلت بشكل طبيعي. احتياطا راح أعطي الراوتر يومين على السم كارد الخارجي، يعني مو سم كارد العقد، بشوف هل تستمر الخدمة، يمكن في شيء طايفني مثله. بالشكل هذا الميزة الإضافية عن شركات الاتصال هي تواجد الراوتر فقط، لأنه غير متواجد في السوق المحلي أو العالمي بشكل نظيف. جهاز لينوفو زد 6 برو بسبب الهبل والعبط اللي مسويه البايع عذبني، يعني اخر شيء طبعا توصلنا لك لازم تركب الادوات من خلال ويندوز 7، ترجع للخلف ويندوز 10 ما تقدر. الخطوه القادمه هي فتح الراوتر هذا، طبعا ادواته مو موجوده الحين على الساحه بس قاعد ادور، فتح الراوتر وتجربه جوجل فاي داخله. اللي واضح حسب المعطيات ان الراوتر 5G تبع زين يعتمد على سب 6 وليس الام ام ويف اللي هو أقل خطر من الويف. هذه المعلومات مقدمة حسب التجربة، وأستسمحكم فاصل أول يوم. عودة مؤقتة بس للتعليق على أبطال الديجيتال اللي هم ذئاب الديجيتال، الرد التالي. طبعا أنا ودي أحط لك صوت ذيب الحين بس مو موضوعي هذا. الـ5G وخطورة الـ5G وليش استخدمته هو خطر. أعطيك 3 أمثلة كل مثال فيهم يلقم وياك. المثال رقم 1 الأكل، كيكة ممتازة الله، لما تسألني راح أقول لك كيكة ممتازة، لما تسألني سؤال يتعلق بالسعرات الحرارية راح أقول لك سعرات الحرارية عالية، راح تقول ليش تأكلها؟ أقول لك نفس اللي يدخن، روح أسأل نفس السؤال. الكيكة مضرة بالصحة، تسبب سمنة، ليش تأكلها؟ هذا أمر آخر، يعني هذا ما ينفي الحقيقة العلمية. مكتوب على العلبة التدخين يسبب الموت السريع، طبعا أنت راح تفكر الموضوع السريع وتترك الموت. طيب وأنت تدخن للحين، سيارة تمشي 400 كيلومتر، انا مو شغلي اذا انت مشيت 400 كيلومتر ومت، ما لي علاقه، انا اوفر لك سياره سريعه بس. قائمه الاصناف العشرة الأسوأ بالعالم يتصدرها الدونت والبيتزا واللحوم المقدده اللي هي الهوت دوغ، راح اقول لك انا اكله بس ما انفي الحقيقه العلميه ان هذه الاشياء ضاره. راح تلقاني اشرب قهوه واكل دونت وتسال تقول الدونت مو من العشرة الاوائل الأسوأ بالعالم؟ راح اقول لك نعم. راح تقول ليش تاكلها؟ راح اقول لك كيفي، ما راح ألغي حقيقة علمية أو بحث علمي أو مجهود علمي أو احتمالية ضرر علشان أرضيك، ولا راح أكذب عليك علشان أبيع لك. فلا تشطر علي، الحقيقة العلمية شيء والاستخدام شيء، لا تشطر. أنت قلت كنت ضد، أنا ما كنت ضد، أنا قلت لك حقيقة علمية. أين هي الحقائق العلمية؟ كل الأبحاث تقول ما كيفك تتبنى، لكم دينكم ولا دين، أنا ما راح أجيك أقول لك ليش أنت نصراني تعال أسلم. أنا رجال مدرستي حسب القراءات بأن أي نوع من أنواع الإشعاع ضار بشكل أو بآخر، حتى الـ FM راديو هذا اللي يقول مو ضار، أنا بالنسبة لي ضار، يعني وكأننا في دائرة واحد يدخن يقول لك اثبت لي أن التدخين ضار ولا مضر. لا، هذه الشركات يقولون علشان يقللون مبيعات التدخين، مو شغلي أنا، يعني التدخين ضار ولا مضار. بعدين طبعا يشرحوا العلماء وقال لك ما أدري كم في مادة، وهم لازال الناس يشوفونه مضار للحين. لا، والمشكلة هذا اللي متبني الـ 5G للحين ما اشترى الـ 5G.
يعني هو متبني ال 5G تمام، ما اشترى ولا جرب 5G، بس عناد بس ماكو شيء. المفروض اكمل معاكم اليوم لكن يعني انهي له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.